يعني كنت أتحدث معك سيادة العميد إلياس عن يعني بعد تصريحات نتنياهو أن حزب الله قد أخطأ عام 2006 وحتى الآن، وأنه يعني سيفعل كل ما يلزم حتى يستعيد الأمن في هذه المنطقة، إلى متى برأيك سيادة العميد يعني سيستمر حزب الله في امتصاص هذه الاستفزازات الإسرائيلية؟ شكرا على الاستضافة. جريمة مقتل صالح العروري علت السقف كثيرا ودفعت حزب الله بالانتقام، وقال من يفكر السيد قال من يفكر بالحرب معنا سيندم، وستكون الآن كنا ندير المصالح اللبنانية، هلأ سنذهب بالحرب إلى الأخير بدون ضوابط. وقال وضح أنه بقوتنا نحن فرضنا صمودنا وليس بضعفنا، لو كنا ضعاف غزة كانت انتهت من زمان، وهذا بالفعل ما كان حصل. مشان هيك حط بكلمته الأخيرة بيّن شو نتائج عملية 7 أكتوبر، وقال انه عمليات الردع رح تصير في تثبيت لها، اسست لها المقاومه، وفتح فرصه جديده للبنان انه يتمكن بعد انتهاء المعركه من تحرير بقيه ارضه. يعني بالمقابل بين حسنات هيدي الفرصه، السيناريو الجديد اللي سيعمل عليه هلا هو الاستفاده من تحرير بقيه ارضنا اللبنانيه وتثبيت معادله تمنع فيها العدو الإسرائيلي من اختراق أجواءنا وبحرنا وحدودنا. يعني نحن في عنا أراضي لبنانية لم تزل محتل من قبل العدو الإسرائيلي، مزارع شبعة، تلال كفرشوبة، والجزء الشمالي من بلدة الغجر. عم يحكى هلأ بصفقة أنه تعالوا لنرجع نرسم الحدود، وهيدي اللي بده يقوم فيها صاحب ترسيم الحدود الامريكي هوكشتين وليس وزير الخارجيه، طبعا هو الذي رسم الحدود البحريه. في 13 نقطه خلاف بريه سيسعى الى حلها، وبعدين بيردوا الارض اللبنانيه، ثم يعود ينتشر حزب الله شمالي خط الليطان. وقال امين عام انه هيدي فرصه كثير مهمه تاريخيه لنرجع نحرر كل شبر من ارضنا. انما ربط هذه المسألة، وهو اليوم عم بيبين يلي قاله من أول نهار، أنه لبنان مربوط في غزة، بتوقفوا عملياتكم في غزة نذهب إلى طاولة المفاوضات.